على وحدة الشعب وعلى وحدة العمل في إطار هوية وعد الفور. الكلمة لأهلنا داخل الخط الأخضر مع الأخ المناضل رجب باري. أيها الأخوة، أيها الأخوة، السلام عليكم. يشرفني أن أكون في مخيم الزلزول لأول مرة وفي هذه الفعالية بالذات. وأنا أعتذر باسم السيد كما تركي رئيس لجنة المتابعة الذي كان من المفروض أن يلقي هو هذه الكلمة، وقد سافر إلى خارج البلاد وحملني هذه المسؤولية. يعني احنا برضو من يعطوا اللجنة التنسيقية اللي هون، مش بس يعني بلجنة المتابعة بدي أقولكم أنه أقر كل برنامج الحملة البيان وقعوا عليه جميع الأحزاب، وبرضو لأني نكلت لهم إياه لبسوني أدير العمل هناك معكم في هذا المشروع. فيشرفني أن أكون بينكم المضبوطة، أتمنى أن أكون شخصياً. أنتم الأخوات والإخوة، يعني في الحقيقة وعد بلفور في النقاش الذي دار في اللجنة، هل نحن تأخرنا 100 عام أم نستبق بالوعي قضية وعد بلفور؟ وعد بلفور تم تنفيذه على الأرض، فهو موجود أمامنا أينما تذهبون. هو وعد بلفور، هذا الكيان الذي وعدت به بريطانيا ونفذته للحركة الصهيونية تم إقامته منذ عام 48. واليوم يا دكتور منظمة التحرير، إسرائيل أقرت إتمام الاستيلاء على أمامي وما خليك عشرة سنين. خلاص تحكي أنت. بس خليني أكمل أنا لازم. اليوم أخذوا قانون بشرع كافة المستوطنات في منطقة جنين. كان الحديث أثناء التفاوض بين منظمة التحرير وإسرائيل عن تجمعات استيطانية اثنين أو أكثر وتبادل أراضي. هذا اللي مبدأ التبادل باعتقادي مع الحكومة اليمينية أعطى شرعية للضم. 65% اللي هي منطقة جنين إسرائيل صادرتها والآن تشرع مستوطنات. أين سنقيم الدولة؟ والله أنا ما أنا بدي الدولة كلها من البحر للنهر. هي القضية الفلسطينية اللي الآن باعتقادي إسرائيل تفشل عن الدولتين، مش منظمتين، إسرائيل تفشل عن الدولتين. هذا اليمين واللي الحكومة النتيجة يمينية أكثر بجوز بنت يصير رئيس الحكومة، يعني ما تتفهم إنه في حدا بده يجي يسار معاه في مستقبل إسرائيل. مشروعهم هو دولة إسرائيل الكبرى، مش حتى وعد بلفور أبدا. فإحنا يعني بشكل على الأرض بشكل واقعي وموضوعي، والله ليس لا أريد أن أزاود على أحد، نحن ما بعد بلفور الآن نحن بحاجة إلى مشروع وطني مقاوم. مقاوم بدون مقاوم ما فيش حل. طيب الوحدة حق الأخ اللي قبلي، طب وين الوحدة؟ انتوا عاملين كم اجتماع الآن بيقولوا لي الكورة الشمالية عازمينكم وتروح هناك بلكي عملتوا وردة وبوست ومش عارف. يا اخوان الوحدة لا يحقها إلا نحن، وأنا أخشى أن تكون الوحدة الوطنية لا تتم، لن تتم
إلا بعد أن توافق حماس على المشروع الدولة التي لا تكون. وهون ستقع الطعم الكبرى يا اخوان، والله انا بحكي هيك ببساطه وبكل كل صراحه. ستقع الطعم الكبرى، يجب ان لا ننتظر. ماذا ننتظر بعد؟ ماذا بعد؟ يعني في النخب هدموا قريه العراقيل 109 مرات انتهى، 109 مرات. 12 بيت جبنا كرفانات بيوت جاهزه للناس خوف من السقعه يقويهم فيها، طلعوا اوامر هدم لها الكرفانات. في منطقة وادي عار الآن في كل يعني هناك أصعب منطقة عليهم، قالوا لنا طيب تتحدثونا تعرف عملنا مظاهرة عرعرة، كان في 10,000 بني آدم، كان مواجهة على الشارع الرئيسي، وسكرنا أهم شارع في داخل ال 48 شارع وادي عار. قالوا لنا الآن نيجي نهدم عندكم أربع بيوت، خمسة امبارح مهددة الآن بالهدم بشكل مباشر. يعني المعركة في كل مكان، مش بس يعني بالضفه الغربيه ولا بتطلقوا صواريخ على قطاع غزه او كذا، المعركه على كل الشعب الفلسطيني. لذلك الرد يجب ان يكون وطني فلسطيني شامل لا يستهدف 48. والله ان نبقى عايشين في وهم حل الدولتين سيتم الاجهاز على كل الاطراف. وبعدها بعد ان يقع الفاس بالراس بضل الشيش كثير نعمله، بصير في ناس تثور علينا ويجب ان تثور علينا على هاي الثياب اللي انا جزء منها، وانا بشرفتي كنت انا احبس بشرفتي اقول اني انا جزء من منظمه التحرير، اليوم الله يشرف انك تقول اني جزء من منظمه التحرير. Thank you.
الغرب بدها تجيش اليهود الجيش ضخوا دخلت سياره وقتلت جنفي. انا قلت الحمد لله اللي هيك عبد الملك على الاقل ما نموتش بلاد. احنا انا من الناس اللي كنت ضد انه شبابنا وبناتنا اللي 13 سنه يحملوا سكين ويقطعوا الارض لحالهم بدون ما حدا يتبناهم ولا فصيل يتبناهم. والله دفعنا امام صرنا من 1881 اول مستوطن يمن لحد اليوم نحن ندفع ثمن دم من اجل ان تكون هذه فلسطيننا. وسوف نستملك شعبنا جاهز شبابنا ستكون شبابنا احسن من القياده. والله القياده تنتقدنا لما نسكر الشارع عن مرض لكن الاف كانت تحت باب أنا أتمنى أن ننطلق بين الجلزون بوحدة ومقاومة لهذا الكيان. غير هيك لا رايحين يعتذرون لنا ولا يعترفوا بالخطأ تبعهم ويحتفلوا فيه كما قال الأخوان من الجلزون. إحنا بدنا هم بيمشوا مسيرة العودة هم إحنا بنمشي مسيرة العودة في ذكرى النكبة يا دكتور عمان يا أستاذ محمد هم بيستقلوا ليكن لكن هذا الواقع لازم نغيره واحنا بدينا دفعنا كثير ثمن ومكتوب علينا ان ندفع اكثر وهذول كلما خسروا ستكون اللي تراجعوا.